ب مربع ج مربع د مربع س د مربع ج مربع ب مربع ز د مربع ج مربع ب مربع س د مربع ج مربع س مربع د مربع س د مربع ب مربع ج مربع س. ربي إني لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه. وين بكون راح؟ وين بكون راح؟ ما بيعرف يمشي بالشام بس بدي أعرف وين راح. أحمد ليكون ضاع؟ عود اهدى لا تخاف عليه، بعدين معه عنوان البيت ورقم التليفون. عود المربع. وين راحوا أمك وأخواتك؟ ما بعرف، جيت من الفحص ما لقيت حدا بالبيت. صحيح، كيف عملت بالفحص؟ ممتاز، ما في أحسن من هيك، جاوبت على كل الأسئلة، يعني يا برح لي علامتين يا علامة تامة. ولسه عندك شيء؟ بعد بكرة عندي رياضيات ومنخلص. أف هلكني الفحص هلكني. بس بتعرف اليوم المساء الساعة 7 في مباراة بين فرنسا وهولندا بدي أحضرها. هلأ شو بدنا نساوي؟ هلأ بدي أقعد أدرس لي شوي قبل المباراة. لك مشان أبي، شو بدنا نعمل مشان أبي؟ معقول يكون ضاع؟ عضو خبره مخافر هلأ؟ نستنى شوي يا فرحان، بركي بيجي هلأ قبل المباراة. الله يصلحك يا سمر، الله يصلحك يا سمر. أنا قلت لها لسمر إني جاي اليوم قبل الظهر مشان أركب له جهاز السمع. وين راحت؟ شوف فرحان، نستنى من هون لبعد المباراة، إذا ما أجا بنفكر شو بدنا نساوي. شلون؟ ولا لا؟ لك ليكون راح مع عمي واخواتي. هيك رأيك؟ يعني بجوز بركي اخذوا شي مشوار. يعني استناهم؟ طيب يعني شو بدنا نساوي؟ هلا رأيك انت مين اليوم بيربح بالمباراة؟ يا فرحان ليش ما عم تصدقني؟ مثل ما عم اقول لك ليك الورقة انا كتبتها بايدي قبل ما اروح انا وامي. وين راح؟ وين راح؟ بس بدي اعرف وين راح. طيب ليش حطيتي المزهرية فوق الورقة؟ مو أنا، قلت لك أمي هي اللي حطتها، بعدين خافت عليها ليطير الهوا، كان عمي قاعد هيك وفاتح الشباك. لا قوم دور عليه. عود لك ابني عود، عم أحط عشاء أنا عودت عشاء. مالي لك، كيف بدي آكل وأبي ضايع كيف؟ لك ليش خايف عليه؟ البلد عنا أمان، عود عود لذوقك الجبنات اللي جابهم أبوك، يسلموا إيدي يا إلهي، هيك من زمان نحن ما أكلنا هيك جبنة. لسه بتقولي جبنة؟ ابي ضايع وهي عم تحكي بالجبنه. لسه بيرجع بيقول لي ابي ضايع. استنى شوي هلا بيرجع، وين بده يروح؟ بخاطركم ما بعرف بتصل فيكم اذا اجى الله يعلم وين هو هلا. ابي فرحان وين بدك تدور عليه هلا؟ وين بدك تلاقيه؟ ما بعرف الله يعلم وين هو هلا يا سمر. طول بالك الا ما يلتقى. سمر هذا ابي وانا بحبه، اصلا ما ضل حدا بعيلتنا غيره. وعمي وانا بحبه كمان. سمر بخاطرك يعني ضروري تحط المزهرية فوق الورقة. كل يوم منك انتي امي، كل يوم منك. لك حاج بقى انتي التانية، هو على ايش خايف؟ مين رح يخطف له ابوه؟ احمد تعطى ولان هات لي كمالة. اعطيني الكمالة. اي كلام كمالة شو؟ كمالة حق اللحمة. اني لحمة؟ مو كتبنا لك ورقة تروح على سوق العتيق تجيب كيلو لحمة مفرومة؟ اعطيني كمالة المصاري. ما شفت شي. شلون ما شفتي؟ احمد بتكون صارف وانت ولا؟ انا؟ ولا اهلي امي امي اجا تفضل امي اهلي. قلت شيء ما سمعت.